تصريح تاني من جونيور أجايي، طبعا نجم نادي الأهلي السابق، واللي قال كنت أتمنى الاعتزال والأهلي طبعا النادي مفتوح ليا دائما. أكد جونيور أجايي لاعب سموحة الحالي أنه أفضل فتراته طبعا في الملعب هو في صفوف النادي الأهلي، وقال كمان لما جيت لمصر ما كنتش أعرف حجم مباراة الأهلي والزمالك عاملة إزاي، لكن مع أول مباراة ما بينهم هما الاتنين عرفت أن المباراة دي هي أهم مباراة في الوطن العربي. كمان قال لعبت 5 سنوات مع الأهلي، بتعتبر السنوات دي هي الأهم في حياتي كلها، وإن أنا شاركت مع العديد من الأساطير في النادي الأهلي. وكمان قال إن كان حلم من أحلامي إن أنا أعتزل في النادي الأهلي، ولكن في نفس الوقت أنا حققت العديد من الإنجازات في النادي، وباب النادي مفتوح ليا دائما. كمان قال إن إذا لعبت في النادي الأهلي عليك العلم أن التعادل بيعتبر خسارة، والأجانب في الغالب بيرحلون عن الأهلي بسبب الضغط الكبير. الحقيقة إنه التصريح فيه أكتر من نقطة مهمة جدا. أول حاجة الجزئية الخاصة بالأجانب، وابتدي معاكم من الآخر. فكرة أنه بيقول أنه الأجانب ممكن ما يستحملوش فكرة الضغط، لأنه النادي الأهلي بطبعه مبارياته كلها مهمة، ودايما اللعيبة لازم يكون عندها الثقة، ولازم يكون عندها ان هي ما تتهزش، تقدر تلعب تحت الضغط الجماهيري، وده بطبع كرة القدم المصرية في أندية القمة سواء اذا كان نادي الأهلي او نادي الزمالك. فطبعا هو اتكلم على الجزئية قد ايه ممكن الأجنبي يتأثر بده، او ان هو يضطر يرحل عن النادي الأهلي علشان ما استحملش الضغوط، وهي لكن هي لعبة كرة القدم عموما هي كلها لعبة بتحتاج طبعا فكرة انك انت يكون في ضغط جماهيري. الجزئية الخاصة بمباريات القمة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك دي حاجة تساعدنا كلنا، وتحسسنا قد إيه وتورينا قد إيه قيمة الكرة المصرية والرياضة المصرية، وقد إيه قيمة الأندية الكبيرة دي سواء إذا كانت محليا أو إفريقيا. وفكرة إن يكون في عشاء من كل مكان، سواء نتكلم على طبعا يعني العشاء اللي بيتفرجوا من إفريقيا، العشاء اللي بيتفرجوا من دول الخليج، دايما تلاقي كده مباريات الأهلي والزمالك ليها طابع خاص، وليها أتموسفير مختلف، وليها طقوس مناخ، وليها يعني حاله كده ما بتلاقيهاش في اي حته تانية. والحقيقه ان جونيور أجايي اكد على ده، بنتمنى له كل السلامه طبعا بعد الاصابه الكبيره اللي يمكن اتعرض ليها في نادي سموحه، وهو لسه ما ابتداش الموسم معاهم، وده هيكون السبب في ان هو يغيب عن الملاعب ممكن لمده تتراوح حوالي 4 شهور. بنتمنى له ان شاء الله انه يرجع بألف سلامه ويشارك ويكون متواجد في الملاعب مره تانية.